انا بس هرجع للمشهد ده. وزير الداخليه ودول اهو ناس قلع هدومها. وزير الداخليه بيزور المنطقه واديك شايف، انت شايف اهو قدامك مين الناس دي يا سياده الوزير. يعني تامين طبعا لوزير الداخليه بقى حدث ولا حرج، لكن تامين او يعني احتمال يضربوا عليه طوب وهو واقف عادي جدا. وطبعا في واضح هتافات شغاله. لو نعلي الصوت يا جماعه شويه، انا عايزه اسمع لو في هتافات، لان احنا كنا سامعين ان في هتافات منذ قليل. طيب خلونا نحاول نجيب مراسل من هناك. لكن وزير الداخليه بيزور المنطقه المحيطه به، ادي المشهد اهو. هنحاول بس نفهم الهتافات دي ايه عشان نقدر نحددها لكم بالظبط. طيب معي على الهاتف نيافه الاب توماس، كاهن كنيسه مار جرجس بالخصوص. نيافتك، الاوضاع ايه في الخصوص دلوقتي؟ الخير الاول. مساء النور يا فندم، وبعزيك طبعا. ايش كتر خيرك. هو انا كنت بندفن الجثمان وراجع، سامع ناس كتير جدا بيقولوا في طلقات نار من اماكن مجاوره للكنيسه. فالمهم الناس جريت على الشرطه اللي على بعد 150 متر، اللي قعدنا كتير نقول يا جماعه الشرطه تقود تحوط الكنيسه، مفيش سماع كلام خالص. الشرطه عاوزه تامن نفسها مش اكتر من انها تكون موجوده بتثبت وجود، لكن ليس لها دور. فاللي حصل ان الناس قالوا اغيثونا للشرطه. بعد شويه يعني حصل رفض من الشرطه في التعاون، فكان رد الفعل مع الاحداث الجاريه عند كاتدرائيه ان اولادنا بداوا ينفعلوا على الامن او الشرطه، يعني يقولوا لها امشي احنا مش عايزينكم. وفعلا الامن المركزي انسحب ومشي ده بالفعل. بس احنا عندنا بيان من الداخليه بيقولوا ان في 5 اصيبوا من الداخليه، 5 من الجنود، يعني من جنود الامن نتيجة المركزي. نتيجه ايه؟ نتيجه ايه؟ ما يعني الحدث بيقول ايه الاول؟ الحدث بيقول ان في ضرب نار علينا وهم جروا على الداخليه بيقولوا اغيثونا. واخد بال حضرتك؟ فيعني دلوقتي الشرطه متعاونه معانا. الكارثه بقى الكبيره ان ورا الكنيسه على بعد 500 600 متر من 3 اتجاهات، لان الكنيسه واخده 4 نواصي، كهرباء مقطوعه على بعد مثلا 200 متر 150 متر، شايفين نار مولعه، الناس هناك بيضربوا رصاص او مسدسات معرفش بيسموها خراطيش ولا ايه، واخد بال حضرتك؟ والمدرعات جت دلوقتي محوطه بالكنيسه ولا قادرين نوصل هناك ولا يوصلوا الدرعه دي. دلوقتي في هتافات لو اقدر سمعت بالتليفون قدام الكنيسه، الناس بيستغيثوا عايزين نخش الكنيسه باي شكل، باب مقفول، واخد بال حضرتك؟ نعم. وما احناش عارفين حتى اللي جوه الكنيسه.